بدي أخبر مشاهدي الام تي في اللي ما حضرونا امبارح انه الام تي في اطلقت شبكة البرامج الجديدة انتاج لبناني ضخم، كرو لبناني، ممثلين لبنانيين، وعم تتصور كمان باستديوهات الام تي في اللبنانية، انما اكيد موجهة لكل مشاهدي الام تي في بلبنان وكل انحاء العالم. رح نشوف هالريبورتاج سوا وبنرجع منتابع حلقتنا. المحطة يلي الكل بده يشبهها بترجع ببرامج بتشبه جمهورها، وشبكة برامج الام تي في الجديدة لها الموسم بتجمع أضخم الانتاجات اللبنانية والعالمية. موعدكم كل يوم أحد رح يكون مع برنامج Dancing with the Stars يلي حقق بموسمه الأول نسب مشاهدة قياسية، مع 14 نجمة ونجم لبناني من كل المجالات رح يرجع قلبكم يرقص كل أسبوع بأضخم برنامج للمنوعات. ما ضل قدامي غير شهر واحد. خبر اليوم، خبر اليوم. المسلسل التركي القبضاي رح تتابعوه الثلاثة والسبت بعد الأخبار، وهو من أجمل المسلسلات التركية وحاز جائزة أفضل مسلسل تركي للموسم الماضي، كما حصد جائزة أفضل ممثل بدور أول. هيدا حكي برنامج رح تتابعوه كل يوم ثلاثة مع الممثل الكوميدي عادل كرم، برنامج انتقادي ساخر بيتناول كل أسبوع أهم المواضيع السياسية والاجتماعية بإطار جديد من نوعه بالإعلام اللبناني. ولإنتاج المسلسلات اللبنانية حصة كبيرة على الام تي في، وأول الأعمال يلي رح تتابعوها لها الموسم زفة، مسلسل كوميدي بيجمع أهم الوجوه اللبنانية والعربية مثل الممثلة السورية سامية الجزائري والممثلين اللبنانيين عمر مئاتي، ورد الخال، طلال الجردي، ديامان بو عبود وعصام بريدي. وليلة الجمعة رح تكون خاصة للجنون على الام تي في مع برنامج الليلة جنون مع ماريو بيسيل بالنسخة اللبنانية للبرنامج الفرنسي الناجح فاندرودي توتي بيرمي، مع أهم الوجوه الكوميدية. كل هالبرامج الجديدة بتنضم للبرامج اللي تعودتوا عليها وحبيتوها بمواسمها الجديدة، مثل حديث البلد مع منى أبو حمزة كل ليلة خميس، والموسم الجديد من برنامج بالجرم المشهود يلي بيشكل أفضل نموذج للتعاون بين الأعلام وقوى الأمن. فريق ما في مثله بيرافقكم كل يوم خميس مع أهضم المواقف. أنا امرأة مع ساندرا منصور بيستمر كل يوم أربع المساء، والحوارات السياسية مع وليد عبود مساء كل تنين بموضوعية. هالإنتاجات اللبنانية اجتمعت أفضل الكفاءات بلبنان لإنتاجها بمجهود كبير وإمكانات ضخمة. أكثر من 500 شاب وصبية من كل المجالات اجتمعوا لتنفيذ شبكة برامج لبنانية مميزة وفعلاً بتشيل الهم عن القلب. هيك بيبدأ موسم البرامج على الام تي في، ويلي ناطركن ما ممكن تتوقعوا. الام تي في مش لحدا، صحيح الام تي في إلكن. وألايف كمان إلكن، رح نتابع ألايف مع بلوك نوت، معي السيد سماح داغر صاحب شركة مساحة للزهور. صباح الورد حلو كمان. صباحك. كيفك اليوم؟ صباح ماشي. أهلا وسهلا فيك. مرسي. يعني شركة مساحة معروفة بزهور، وتعاملكم حتى مع الام تي في معروف كمان، قد ايه لها الشركة؟ نحن صرنا 12 سنة. نعم. ونحن شوي الناس دائما بيفهموكي محل زهور، هو بالمبدأ نحن أصحاب اختصاص بهذا الموضوع، ونحن الوحيدين بعدهم لبناني بعدهم ما اتخذ اختصاص بشكل جدي، إنه هيدي مش بس موهبة بس اختصاص. ومرسي للام تي في لانه آمنوا فينا بشخص مسيو المر ولارا لحد. هيدا كمان من قدرتكم طبعا. معك شريكك ما قبل يطلع معنا على الهواء. في ناس بالضوء في ناس بالظل. مين عندك شركة؟ مارون ابو خير. نعم. مارون. احنا سوا عملنا الاختصاص. نعم. اكيد مش بس اعراس مثل ما قلت. صحيح. يعني بتنظموا او بتهتموا بزينه عده مناسبات. صح. مثل شو؟ ومبدأ الاختصاص الزهور بلبنان احنا بنعرفه الفلوريست اللي بيعمل عرس بيعمل بوكيه، هو المبدأ شغلتين، فيك تكوني فلوريست بالعالم وفيك تكوني ديزاينر بالزهور. اللي بيفرق هو الفلوريست ممكن بس يفوت بقطاع بوكيه او ارانجمان او عرس، بينما الديزاين هو بيقدر يخلق لك فكرة او يوصل كونسبت، مثل ما الرسام بياخذ لوحة بيرسم الطبيعة، الديزاينر بالزهور هو اللي بيشيل هاللوحة بيصير باتصال مباشر مع الطبيعة. نعم. اللي يقدر يشتغل فيها. دارس حضرتك. نعم. هالاختصاص دارسه برات لبنان، أخذ معك أربع سنين وحاليا رح يصير سبع سنين. رح يصير سبع سنين. نعم. وين درست؟ نحن بلشنا أنا ومارون بأنجي عملنا أربع سنين. عم نشوف صور نحن عم نتحدث. صح. هودي الصور شوي من الوركشوب اللي عم نعملهم بلبنان عم نعلمهم عليهم للناس. هيدي شو؟ تفاحة؟
هيدي تفاحة. هذا مثل صابونات. هودي اللي بلشنا فيه من سنتين بلبنان ورشوب. هذا كان بيرشوب. هيدا الإيفنت على كل يلي رح نحكي عنه. نحن اليوم عم نحكي تحديدا بشو يعني ورشوب. ليه نحن قصدنا عم نرجع نعلم الناس على موضوع الزهور؟ لأنه نحن مثل ما في فن جيد وفن هابط بالموسيقى وبالأغاني، كمان بموضوع الزهور مش معناتها إذا في كم كبير من الأعراس بلبنان معناتها هذا الفن هو بصحة جيدة. لأنه صرنا عم نعتمد على كمية الأعراس عم تقطع، على كمية الزهور بنحطها كيف ما كان، مهم نطلع مصاري ونفل، وعم نفقد الشيء اللي عم نفقده بالفن كمان، إنه عم بيصير عنا حتى موضوع الزهور هابط. والبروف إنه ما في عنا اختصاص اسمه زهور بلبنان. صح. من هون إحنا أخذنا على عتقنا بشكل مباشر أنا ومارون، يعني عتقنا الشخصي، إنه نقدر نرجع نعمل مثل وركشوب محترف، نجيب الناس نعلمهم بمختلف أعمارهم شوي، يعرفوا إنه هني فعليا بيقدروا يصنعوا شيء. نعم. بيقدروا يعملوا شيء بايديهم، لانه الناس اغلبيتهم بيعتبروا حالهم ما بيعرفوا شكوا زهور او نعم. ما بيعرفوا يشتغلوا يعني فيها. في كثير ناس ما بحسوا انه عندهم ميل للاشياء اليدويه. صحيح، واغلبيتهم اللي اجوا لعنا كانوا مفتكرين حالهم ما بيعرفوا. بيقدر الانسان يتعلم بسرعه هيك شيء حتى لو ما عنده الموهبه. هي ليك كل شيء بالستاد لاتان، كل الموهبه، كل حد عنده موهبه فينا، يعني حتى في ناس بانتر اجوا اشتغلوا اكتشفوا انه بيعرفوا يعملوا زهور. نحن عمليا عم نرجع القيمه للايد، ايد الشخص. نعم. نحن ايدينا اليوم الله خلقنا اياهم مش بس لندق فيهم الكمبيوتر او بس لنسلم مع بعضنا. فينا بدنا نرجع لانه هي موصوله بالدماغ تبعنا، ونحن بنعتبر واحد قلبه بدماغه. بيقدر مثل الرسام بيمسك الريشه بايده، الطباخ بايديه، كلنا دائما بنستعمل ايدينا. بموضوع الزهور ما كثير ناس جربوا، ونحن عم نرجع نحطهم وعم بيكتشفوا حالهم قادرين يعملوا شيء. عم نرجع نرجعهم القيمه لهالايد، حتى الايد بنقول لهم انه الله كان في عملها مسكره، عملها بصبيه، لانه حتى اذا حد بتحبي شخص بتحطي تمسكيه بتفوتي ايديه تيكون في مطرح يعني، هالمطرح هيدا عم نعوده عليه ليشتغلوا ويستعملوا. الايفنت مش اول مره بينعمل، هيدا ثالث سنه. نعم. كل قد ايه بينعمل؟ هلا المبدا هو نحن بنعطي مره بالاسبوع على 12 سيانس، يعني على 3 شهور. بيقدر اللي بيتابع كل هالمرحله بيطلع له سيرتيفيكا من المساحه انه قادر يكون هلا فلوريست وفرخ ديزاينر يعني. نعم، مرة بالأسبوع كل نهار ثلاثة على مدة ساعتين. أي الساعة؟ ببلش من 11 ماكسيموم للساعة 1، بيتخللوا قبل الظهر. قبل الظهر. نعم. بيتخللوا كافي بريك ليتعرفوا شوي ناس على بعض وعن جد يعيشوا هالقصة، لأنه إحنا عم نعتبر انطلقنا من مبدأ من زمان قبل ما إجى مفهوم المدرسة اللي نحن بنعرفه. الطبقات ورا بعضنا بالصف، كان في شيء اسمه الحلقات، كانوا يقعدوا تحت السنديان ويتعلموا. نحن عم نرجع نجيبهم لهي الحلقه يلي هي شرقيه مثل ما كان نحن اهلنا وجدودنا يدرسوا، لننطلق للعالميه اكثر، لنرجع نصير مدرسه مثل ما موجوده حاليا يعني. نعم. من ال11 للوحده على مده 12 اسبوع. نعم. هل كافي انه السيده تاخذ نهار واحد اما نهارين، او مجبورين انه يتبعوا كل السيمينار؟ يعني هل 12 اسبوع؟ هلا المبدا العلمي لازم يتبعوا 12 اسبوع، بس بلبنان بدنا ناخذ بعين الاعتبار شوي الجو العام، انه ما كثير الناس قابضين هذا الموضوع جد. بدنا نحسسهم هذا الموضوع هو حاجه، مثل اذا بدك لوح الشوكولا، انت بتشتري شوكولا لإليك ولغيرك، بس بالزهور بتشتري دائما لغيرك. بدنا نعودهم شوي يصيروا انه فريما واحد يعمل شيء لإله. نعم. ورح يكتشفوا هذه المتعه. يعني تخيل الحياه بلا زهور كيف بتكون، مش مقبوله يعني ابدا. صحيح. حتى الولد الصغير اللي عمره شهر او 6 اشهر اذا ما بتحنيه بتعطيه زهره لشعور بيخدها بقربها على ليشمها، يعني. نعم. في سر كامن وراء الزهرة، حتى الطفل الصغير بيقدر طبيعي بيحبها. يعني رح نحكي عن هالعلاقة بين الإنسان والطبيعة. يعني أنا بعرف أنه الزريعة لما الإنسان بيزرع هي من أكثر الهوبيز اللي بتروق الأعصاب. صحيح. يعني توب وان إذا فينا نقول. صحيح. هل العمل بالأشياء الطبيعية يعني الزهور الورد وما غيره بكمان بيروق الاعصاب هالقد؟ يعني شو بيعمل هالكونتاكت بين الانسان والطبيعه يلي عم تحكي عن الايد، شو بيعمل للناس؟ شو بيقدم لهم؟ كل شيء نحن لما بصير عم نشتغله بايدينا، اول شيء بيعزلنا شوي عن همومنا اليوميه بلحظات ان انت عم تركزي على شغله فيها متعه، لانه كل العالم بتحب الارض، بتحب الزهور، بتحب الطبيعه وفيها جمال. ولانه احنا كثير بعدنا عنها صار هالعطش صار زايد، مجرد تفسحي له للشخص لحظه معينه يوصل لهلا رح يكتشفها ورح يتعلق فيها. نعم. وهذا اكتشفناه مع كل الاصناف اللي اجوا لعنا. على شو بتشتغلوا بالوركشوب تحديدا؟ اول شيء في عنا البارتي تيوري، من بنحكي لهم شوي شو يعني ار فلورال، بنفرجيهم مثلا اذا انت عندك ببيتك مثلا ستيل مودرن ولا باروك ولا حيلا ستيل ممكن او نيو مودرن، يعني بنجرب انه مش حيلا ارانجمان بينحط ببيتنا او مش حيلا بلانت، حتى بلانت اللي بدها ضوء بدها عتمه مثل ارانجمان حسب
شو الاوكازيون عم بعملها، بنبلش نفرجيهم شوي شوي وشو يستعملوا اكسسوار، لانه اليوم نحن عم نستعمل اكسسوار هن ما بينتبهوا له، يعني موجود ببيتك يمكن صحن شوكه كرتونه كبكوب سوق ما بعرف، كله عم نستخدم الاشياء الموجوده ببيتها والمره وبتعتبر انه ما عندها شيء تعمل فيه زهور، رح تكتشف انه في عندها شيء ببيتها تعمل زهور. يعني عم بتعلمون اكثر شيء انه ينعمل ديكور للبيت مثل سنتر دو تابل او شويه ديكور لبيتهم صالون بالبدايه ليكتشفوا شوي هن وين متعتهم وين شو توجههم اكثر، بعدين بصير تطور اكثر كبروفيشنال بيقدروا يوصلوا اكثر ليشوفوا كل جوانب هذا الاختصاص. يعني بيتعلموا كمان بعدين يعملوا بوكي ياخذوها معهم لعند ناس؟ اكيد هن من اول نهار رح ياخذوا شيء معهم على بيتهم، لانه رح يصنعوا بهالساعتين ورح ياخذوه معهم ورجاله ما رح يصدقون بالمبدا بلاو انه هن عاملينه. يعني قلت لي انه صايرين بيعملوا عشواتهم السيدات كل نهار ثلاثه عشيه، لانه بياخذوا معهم الارانجمون، بياخذوا الارانجمون وبيفرجوا موهبتهم لاصحابهم جايين انه عن جد عملوا شيء، لانه هذا اكتشاف اكيد هذا ما سهل يعني اللي عم نحكي عنه، والباقيين يمكن بيصيروا يلحقون. والله ما هي بتصير هاي العدوى نحن بنسميها عدوى الزهور، يعني بتطال كل الناس اجمالا. نعم سواء هل بتشتغلوا باشياء للاطفال يعني ديكور مثلا شوكولا لنوفوني او اشياء يعني إلى علاقه بالاطفال ان كان بيرثدي او ولاده؟ نحن هيدي بنشتغلها ونحن شوي متخصصين فيها، يعني مش بالمعنى التجاري، يعني مش فاتحينها كل يوم نعملها الا الناس يلي عن جد بتحب شغل مساحه وبتحب انه يكون هذا النهار هالقد مميز، بنخلق كونسيبت متكامل مش بالضروره مرات يكون بزهور، يمكن يكون باكسسوار غير الزهور. نعم. وهذا الشيء كثير مميز، يعني بتزينوا اوقات بيرثديات. على كل قبل ما نختم بدنا نذكر بالوركشوب اي متى وين رح يصير؟ رح يبلش بكره، رح يبلش بكره باوريغامي بدبي من ال 11 للساعه 1، وكل اسبوع نهار ثلاثه. موفقين ان شاء الله. وهون كمان بدي اشكر اوريغامي بشخص كريم نعمي اللي هي شجعتنا هالموضوع وفتحوا لنا هذا اللوكال، مثل ما بنشكر ام تي في لانه ريما وميشيل مر من 3 سنين لهلا ولارا امنوا بمساحه كاختصاص مش بس كموهبه، وحسوا انه هذا شيء جديد عم بيصير. موفقين ان شاء الله، اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله بيكون الورك شوب بيزيد وبيزيد مع الايام. ثانك يو ميرسي. مشاهدينا نحن رح نتابع معكم بعد هالبريك.